حنا من ساكنه دوار مومنيه عين سبع. هاد الناس مده حنا 5 سنين وحنا مشردين حنا وليداتنا، وفين ما كنبغيو البقع ديالنا كيتماطلوا بينا، ما كيديونا يجيبونا يديونا يجيبونا، يقولنا 4 شهور 5 شهور 6 شهور وحنا كيلعبوا بينا، وحنا وليداتنا تشردوا وحنا تشردوا. وكاين اللي مات، كاين اللي مسكين نهز فيها المرض. انا مراه مطلقه عندي 6 الاولاد، ولادي تشردت وحاشا ما بقيتش كنشوفو، كينعسوا عاد في الكاريه اللي ريبوا لينا. انا كاريه بيت، راه حرام هادشي اللي كيديروا، راه حرام، ما باغين والو. الحق اللي كيتعطى ما كيتخرج، حنا باغين عز على البقع ديالنا. الملك عطانا، الملك عطانا، هاد الناس كيتماطلوا فينا وقلعوا لينا، ما كيعطيوناش، كيديونا يجيبونا يعذبونا، وتشردنا حنا وليداتنا. انا كاريه عبيت عندي 6 دراري، ما يمكنش ولاد كبار غينعسوا معايا، مشردين تينعسوا في كاريان، راه حرام هادشي من جهه الله. راه تشردنا، راه تشردنا. وعاش الله ونعم الوكيل، عاش الملك، بسم الله ونعم الوكيل. وحنا دابا كنطلبوا من سيدنا يتدخل يرحمنا، راه حنا تشردنا وحنا راه كبرنا، ماشي باقي ندير التشرد، راه حرام هادشي. هاد الناس راه بغينا ديالنا، الحق اللي كيتعطى ما كيتخادش، راه حرام. والطماطم الطماطم الطماطم حرام، ولادنا توحشناهم كينعسوا في كاريان، راه حرام. راه سيدنا عطانا ونعم علينا، وهادي هبة من عند الملك، ما عطاني حتى واحد، وما عطاوش لينا، كيمحنوا فينا. حسب الله ونعم الوكيل، راه حرام، راه حرام، راه حرام. وهادشي كنطالبوا حنا البقع ديالنا، وحنا ناس مسالمين، ما باغينش حنا الفوضى في بلادنا. حنا كنحبوا وطننا وكنحبوا الملك وكنحبوا كل شيء، حنا ناس مسالمين، ولكن ما كنطالبوا والو من هاد الناس، كنطالبوا البقع ديالنا. الله يسهل عليكم، يدخلوا الناس المسؤولين، راه حرام من جهه الله، راه حرام من جهه الله، راه شردتونا وشردتوا وليداتنا، حرام عليكم، حرام عليكم. انتوا كبرنا ولينا داعين في البيوت، اولادي توحشتهم، اولادي كبار ولينا نعسوا في البرارك اللي ريبت، ولاو دايرين الجيش، راه حرام عليكم من جهه الله. وكنطالبوا بالملك الى ما نشوف من حالنا ودخل، حرام وحرام عليكم، حرام عليكم. راه وليداتي ضاعوا، وليدات الناس كاملين، واولادي توحشتهم، كينعسوا تما في الكاري اللي ريبت، راه حرام، راه حرام. هاد الناس المسؤولين راه محنونا، راه محنونا، راه بغينا ديالنا، الحق كيتعطى ما كيتخادش. مطالبين والو، حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل. وما جينا كناشدوا سيدنا صاحب الجلاله محمد السادس، لان حنا شحال وحنا كنتسناو باش يعطونا نخلصوا، كل مره كيدو فينا وكيجيبوا فينا، علاش ما عرفناش علاش. وبامكانهم يعطونا من دابا الاوراق ديالنا ونخلصوا، لان هذا في حد ذاته كيتسمى تماطل. وحنا شعب مسالمين سلميين، كناجدوا صاحب الجلاله، الاول واحد اللي كناجدوه هو الملك ديالنا، الله ينصره. يشوف فينا الشهر فينا المبارك، الشهر المبارك حنا صايمين، وكاين اللي مريض عنده القلب الطونسيو، انا وحده منهم مريضه وكنعاني، بايسه بلا سحور وما فاطراش والو، ومعذبه. ومختار قال لي الزني لي التزام، وجيت ديك الجمعه للمقاطعه باش نخوي ليه دارو، ما بقاش باغيني كريو الناس ديال الكاريان. اليوم كنطلب من العام العماله تاع السبع، كيما قال لينا انا غنعطيكم تخلصوا، يجيو عندنا اليوم ويقول لنا غنعطيكم تخلصوا. وبامكانهم هذا الشيء يديروه، بامكانهم يديروه، حتى حاجه ما صعيبه عليهم. علاش حنا ناس بسطاء وفقراء مساكين، حنا ما باغيين لا الدعم لا والو، بغينا حقنا وورقتنا ديال الاستفاده اللي مكتوبه في الرياض واحد في الحشاش، يعطوها لينا. ما باغيين لا تنميه لا معاونه لا دعم، بغينا عباد الله ورقتنا دخلات نخلصوا ونمشوا سلميين مسالمين. حنا كنطالبوا بحقنا، كنطالبوا بحقنا، ما كنطالبوا حتى شي حاجه من غير حقنا، حقنا عطاه لينا سيدنا، بغيناه اليوم قبل غدا. هادشي اللي كنقولوا، وحسبي الله ونعم الوكيل، وعاش الملك، عاش 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 المنبر، كناشدوا صاحب الجلالة محمد السادس، الله يوفقك توصل لجلالة الملك، وبغيناه يوقف معانا اليوم قبل خطة. والسلام علينا. أنا
مريضة وعييت. انا ما فاطره ما مسحره ونفطر هنا اليوم. السلام عليكم الاخوان، بنا دابا قدام جماعه عين سبع كنطالبوا بحقنا كأناس كانوا ساكنين في السكن العشوائي. عماله عين سبع فيها طماطور ربع سنين دابا باش ريبوا لينا، ما بغاوش يعطيونا الاستفاده ديالنا. كنجيو باش نخلصوا كيقولوا لنا سيروا ما كاينينش اراضي. فين مشاو هاد الاراضي؟ كاينين ناس حدانا استافدوا، اللي ساكن فرنسا، اللي ساكن بلجيكا، اللي ساكنين فيلات استافدوا، وحنا اللي كنستحقوا الاستفاده ديالنا ما خديناهاش. دابا كيقول لك ما بقاتش الارض. فين مشات هاد الارض؟ فين مشات؟ شكون يخداها؟ تباعت. وحنا كنطالبوا من هاد الناس المسؤولين يعطيونا حق السكن اللي هو حق مشروع لاي مواطن مغربي. كنطالبوا من سيدنا ومن جلاله الملك يشوف فينا في هاد العواشر، في هاد سيدنا رمضان يشوف من حالنا كفقراء وكضعفاء، يشوف من حالنا. والسلام عليكم. خويا حنا كنشوفو ساكنين في الدوار المومية ديالنا، مومية عين سبع. خويا انا عندي ست الوليدات وكاري واحد البيت يعني مردوزين فيه كاملين، وانا دابا انا اللي كنجيب الوليدات القوت. انا دابا عندي عملية، من عندي العملية مشيت وافي لي الرميد. مني مشيت بغيت نصوب الرميد ديالي الدائرة ديالنا، قال لك انتوما ما بقيتو كتسالوا والو هنا. يعني حنا مول البيت اللي كاري ليا ما بقاش، انا مريض ما عنديش باش نخلص البيت. دابا انا راني مشارع مع مول الدار باغي يخرجني للزنقه. اللي كنطلب من الناس المسؤولين يعطيونا حل ونبقاو فيهم. وراه العواشر هذه راه بنادم كتلاوس وبنادم راه عباد الله، راه كلها مكربصه. وليداتنا كيباتوا في الكاريان، كيباتوا في الخلاق مشردين. والمرض بنادم راه محل. الله يرحم ليكم الوالدين الى ما ديروا معنا في واحد الحل. الله يسهل عليكم، الله يتعرف فيه هو يعاونكم. الى ما حنوا فينا غير حنا. الله يرحم الوالدين. والسلام عليكم ورحمه الله. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديده. ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.